بنتكلم عن ذكريات في رمضان، ذكريات رمضان ما بتوقفش بصراحه. اه كل سنه في ذكرى كده يعني بتفضل معانا، بس ذكريات اللعب والتدريب والمعسكرات والماتشات خصوصا في رمضان ليها طابع خاص. اكيد صح صح. لعبت قبل الفطار قبل كده في الصيام؟ ماتشات ولا تمارين؟ ماتشات او تمارين؟ لا تمارين اكيد. اه لكن ماتشات لا. ماتشات افتكر يعني بص يعني كان في البرازيل 2014 تمام. كاس عالم شاطئيه تمام. ده كان في رمضان. حلو. فاحنا مش عارفين بقى ساعتها كان قبل الفطار ولا بعد الفطار، ما فرق التوقيت فرق 12 ساعه مثلا توقيت، فاحنا مش عارفين يعني بنفطر ولا بنصوم، بس احنا كنا واخدين بقى يعني فتوى ان احنا ما نصومش الفتره دي ونعوض بعد ما نرجع من البرازيل يعني. هو بص في رخصه بتقول يعني السفر، يعني هو سفر وبطوله عالم، وكان خلي بالك الشاطئيه دي بتبقى تلعب على الرمله وفي حر والشمس فاهم، فيعني حتى ساعتها فعلا مش بهزر يعني اتصلنا بالازهر ساعتها وخدنا فتوى ان احنا يجوز لنا ان احنا نفطر ونعوض، شرط ان لازم تعوض بعد كده بعد ما يزول السبب يعني. والله كان في انا مش هفتي طبعا. وكان في مثلا منتخبات تلعب في الصيام وكانت الناس تنتقد جدا، يقول لك اللعيبه فتره فطرت ليه وما يصوموا مش عارف ايه، ولكن هو فعلا يعني في يعني حاجه بتقول ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه. مظبوط. فدي رخصه ربنا اداها لنا يعني حتى مزبوط. على السفر لو حتى ما فيش لعبه او ما فيش حاجه. صح مظبوط مظبوط. بس البرازيل كان المغرب جدا اصلا بعدها باسبوع، مش عارفين بقى احنا كنا هناك في النص التاني من الكره الارضيه في عالم تاني. فيعني ما كناش عارفين، بس كان بقى صعوبتها مش في البرازيل، احنا قبل البرازيل كان عندنا معسكر مغلق بقى بتاع الاستعداد لكاس العالم. تمام. ده كان كله في رمضان برضه. تمام.